السلام عليكم. رح نبدأ اليوم بموضوع جديد من هرسيسكو انتربرايز، هو الوان اركيتكتشر، البنية المعمارية والهندسة المعمارية لشبكات الوايد اريا نتورك. في عنا خيارات طوبولوجيا للوان أساسية أربعة، ممكن أن الشركات تختار منها للبنية التحتية لشبكات الوان. البوينت تو بوينت هي بشكل نموذجي تستخدم اتصال أو وصلة خط مستأجر خاص dedicated leased line، مثل T1 بالولايات المتحدة الأمريكية والE1 بأوروبا. الهاب أند سبوك بيستخدم ما يسمى سينجل هومد بوينت تو مالتي بوينت توبولوجي، يعني بيكون عندي سينجل انترفيس بالهاب راوتر موصول على الوان كلاود او على السيرفيس بروفايدر كلاود، وبتم مشاركة عدة راوترات بنسميهم سبوك من خلال استخدام البوابات الافتراضية فيرتشوال انترفيس. الفول ميش بيعطي لكل راوتر كونكشن لكل راوتر اخر، وهذا بيتطلب عدد اكبر من الفيرتشوال انترفيسز. في شيء اسمه ديوال هومد، هذا بيعطينا وفرة أو مضاعفة للسينجل هومد هاب أند سبوك توبولوجي من خلال يعني إضافة هاب راوتر تاني بينوصل مع السبوك راوترز. الشركات أو العمل البزنس ممكن إنه يختار يعني عدة أنواع من هاي التوبولوجيات ويستخدمها مع بعضها، يعني ممكن يستخدم البوينت تو بوينت بمكان معين ويستخدم مثلا هاب اند سبوك باتصال اخر ضمن الشبكه. الهاب البوينت تو بوينت مثل ما بنلاحظ في عندي راوتر بالسايد A سايد B، هاي الكلاود تبع الوان، والكونكشن بيكون خط ديديكيتد عن طريق السيرفيس بروفايدر. الهاب اند سبوك مثل ما بتلاحظوا الراوتر الهاب بيكون موصول بسنجل انترفيس فيزيكال على الكلاود، ومن خلال السيرفيس بروفايدر بيشارك مع ثلاثة سبوك مثل سبوك A B وسبوك C بالفيرتشوال انترفيس افتراضيا، لكن هو كراوتر بيبقى موصول على الكلاود بانترفيس واحدة. في عنا الفول ميش، هو اللي قلنا بيتطلب عدد أكبر من الفيرتشوال انترفيسز، يعني كل راوتر موصول بسنجل فيزيكال على الكلاود تبع المزود الخدمة أو شركة الاتصالات، وبضمن الكلاود بيكون في عندي فيرتشوال انترفيس لكل راوتر من الراوترات اللي متصلة مع بعضها لتشكل مع بعضها وايد اريا نتورك، شبكة واسعة. في عنا الديوال هومد، هو هاب اند سبوك بس بدل ما يكون راوتر واحد وموصول على مثلا عدة راوترات بفيرتشوال انترفيسز، بيكون عنا ريدندنسي هاب تاني راوتر وبنوصل بكونكشن تاني لكل سبوك من الراوتر سبوك الموجودين. الوان كونكشن اوبشنز، في خيارات كتير لتوصيلات الوان لحتى اوصل مثلا يعني سايتين بعاد عن بعض، ممكن تطبيقها بحلول الوان حاليا متاحة، وبتختلف بالتكنولوجيا والسبيد والكوست، السرعة والكلفة والتكنولوجيا، وكل يعني كاستمر بالسيوشن بيختار حسب احتياجه حسب شو التكلفة اللي بتحملها والسرعة اللي بتطلبها. طبعا من الاوبشنز بيبقى الى يعني تقسيمين رئيسيين، بابليك من الانترنت اللي نحن بنتعامل معها خلينا نوصل مع اي حدا بالعالم بعيد، البرود باند مثل يعني الاتصالات يعني البعيدة عن طريق شركات خدمة برود باند بسرعة معينة، او البي بي ان بيعطيني سيكوريتي فيرتشوال برايفت نتورك، في الدي اس ال والكيبل والوايرلس. البرايفت ممكن يكون ديديكيتد مثل الليزلان، يعني مبنيين بعاد واوصلهم بوينت تو بوينت بسلك فيزيكال، هذا بيكون على حساب الكاستمر ومكلف عاده بيكونوا غالي لكن سكيور. وفي عندنا سويتشد اللي هو بيكون عندي انا مثل سيركت سويتشد مثل شركه التليفون، انا عندي خط تليفون مودم بوصل عليه الكمبيوتر، التقنيه قديمه وبيعطيني السرعه بطيئه وما يتعلق بالشبكه ضمن
يعني ملكية السيرفيس بروفايدر، أنا ما بدفع ثمن، أنا بدفع فيه بس على خط تليفون. أو الـ ISDN اللي هو Integrated System Digital Network، وهي التقنية بـ ISDN Analog، هي ديجيتال لكن صارت قديمة. Switched Packet Switched مثل المترو إثرنت اللي هي هلأ حاليا أكثر شيء منتشرة وبتعطي سرعة. في الفريم ريلي والX.25 والATM تقنيات صارت قديمة وبطيئة، فبتكون الفيزيكال ملك السيرفيس بروفايدر، وأنا الداتا ببعتها وهو بعلمها بطريقة بحيث يوزعها كل واحد فوروردينج باتجاه الكاستمر المشترك عنده. Dedicated Connection Options بنسميها أيضا خطوط مستأجرة ليز لاين، وهي بتكون عبارة عن خطوط يعني بتم الاستابليشمنت الى بوينت تو بوينت، من نقطة لنقطة، مثل سايت مثلا نيويورك اوفيس مع لندن اوفيس، فبشتري بيكون نيويورك اوفيس مثلا عنده الراوتر وفي عنده جهاز لحتى يقدر يعمل كونكشن من الداتا داخل المبنى للتي 3 اللي هو ستاندرد ديديكيتد ليست لاين باليونايتد ستيت، وللسيرفيس بروفايدر. وبعدين المهمة السيرفيس بروفايدر ليوصل لمكتب لندن بيستخدم خط اي 3 اللي هي ستاندرد تاني باوروبا، بيختلف بالسرعة والمواصفات. ولجهاز الدي اس يو سي اس يو اللي هو بيعمل عملية الكونفيرجن من الداتا اللي جاي من السيرفيس بروفايدر لترجع تفوت باتجاه الراوتر تبع المكتب وتتوزع داخل شبكة المبنى. فبيكون هنا عملنا كونكشن ب point to point باستخدام الليست لاين T3 بأمريكا و E3 بأوروبا أو بنيويورك ولندن. وهذا عادة بيكون عادة الليست لاين أغلى من خدمات أو سيرفيس لسويتشد، لأنه الخط هذا الخاص أو المخصص بيكون الكوست بتزويد خدمة الوان على حساب الكاستمر الزبون، فبس بتكون الديديكيتد كاباسيتي يعني بتقيم التأخير، الجتر، تضييع البيانات، بتعطي درجة من السيكوريتي أفضل، لأنه بس الزبون بيكون هو عم يستخدم هذا الخط والترافيك الداتا تبعه بيكون متاح أو مسموح أنه يمر من هذا الخط. ما في مشاركة على الخط مثل الباكيت سويتشينج، بتكون مرأة الباكيتس لكاستمرز كتير، وكل باكيت بيكون مثلا له هيدر بحيث أنه يعمل له فوروردينج لجهة اللي هو لازم يمشي لعندها. الليست لاين تايبس اند كاباسيتي، في أنواع كتير للليست لاين وللسرعة أو البيت ريت تبعها، وكل شيء بيكون طبعا سرعته بيكون في التكلفة بتصير أعلى. مثلا عندنا 56 كيلو بيت بير سكند، بطيء كتير هذا بطأ واحد. في عندنا 64 كيلو بيت بير سكند بيعطيني بيت ريت كاباسيتي أو سرعة. في تي 1 اللي بيستخدم بأمريكا 1.544 ميجا بيت بير سكند، الإي 1 بيوروب بأوروبا 2.048 ميجا بيت بير سكند. في الجي 1 كمان بيعطيني نفس السرعة تبع الإي 1. في عنا الإي 3 هذا مشان يكون أسرع، بيكون طبعا أغلى من الإي 1، 34.064 ميجا بيت بير سكند. والتي 3 اللي بأمريكا كمان اللي هو أسرع من التي 1، 44.736 ميجا بيت بير سكند. في الـ OC1 51.84، الـ OC3 155.54، OC9 466.56، الـ OC12 622، OC18 933، الـ OC24 1244 ميجا بت بير سكند، يعني جيجا، وصلنا للجيجا. الـ OC36 1848 2488، وأسرع واحد الـ OC768 حوالي 40 جيجا. طبعا كل شيء له سعر، ويكون يعني التكلفة والتجهيزات المستخدمة تختلف لتعطينا هاي السرعة. فهي أنواع الـ Leased Line اللي هو Dedicated يعني One Option بالنسبة للـ Private Connection. Circuit Switched Connection Options هنحكي عنهم.
اللي هن سيركت سويتشد بس مش ديديكيتد. بالبرايفت حكينا عن الديديكيتد، هلا في السويتشد، في سيركت سويتشد اوبشنز. النوعين الاساسيين بالسيركت سويتشد كونكشن هن الانالوج دايل اب خط تليفون والاي اس دي ان الديجيتال. والتكنولوجيتين هذول يعني استخدامهم صار قليل كتير بهالايام انه بطيئين. الانالوج دايل اب بيستخدم مودم على سرعه كتير بطيئه، وممكن انه يعني يكون مناسب لتبادل مثلا بروشورات سيلز او اسعار او ريبورتات او ايميلات او كخط باك اب ايمرجنسي اذا وقع الخط الرئيسي. الاي اس دي ان بخلي بحول الشبكه المحليه اللوكال لوب ل تي دي ام ديجيتال كونكشن. تكنولوجيا تي دي ام تايم ديفيجن مالتيبلكسينج بتصير هاي الكونكشن، وبتعطينا بتحمل اشارات ديجيتال 01، وهذا بيعطينا سرعه اكثر بالكباسيتي بالنسبه للسويتشد كونكشن من الانالوج مودمز. في نوعين اساسيين من الاي اس دي ان انترفيس. في شيء اسمه بيزك ريت انترفيس بي ار اي، بيعطيني تو شانلز بنسميهم بي شانلز بسرعة 64 كيلو بت بير سكند للفويس أو للداتا، لنقل الفويس أو الداتا فور داتا أو الفويس ترانسفير. وفي عنا وان شانل بنسميها دي شانل بتكون بسرعة 16 كيلو بت بير سكند كإشارة تحكم يعني كنترول سيجنالينج. هذا النوع اللي هو بيكون الأرخص والأبطأ. في عنا شيء اسمه البرايمري ريت انترفيس بي ار اي، هذيك بي ار اي، هاي بي ار اي بتعطيني 23 بي شانل، كل شانل سرعتها 64 كيلو بت بير سكند، وحده دي شانل بسرعه 64 كيلو بت بير سكند بشمال امريكا. فالتوتال راح يكون 1.544 ميجا بت بير سكند، بينما بيوروب بتستخدم 30 بي شانل اللي هو من الـ PRI وواحدة D channel، فبتعطيني توتال 2.048 ميجا بت بير سكند. هدول هن التو تكنولوجي الـ ISDN. بس بكل الأحوال الأنالوج دايل أب أو الـ ISDN صار استخدامهم أقل طبعا من غيرهم، لأنه سرعاتهم صارت بالنسبة للتكنولوجيا اللي هلا متوفرة ومتاحة تعتبر يعني بطيئة. طبعا الـ ISDN بيتطلب تجهيزات معينة مش بس مودم، وبيكلف أكتر وصار استخدامه قليل، ممكن يكون كباك اب. ناخد فكرة كيف الـ ISDN Network البنية تبعه بالنسبة للـ PRI والـ BRI Line Capacity. يعني أنا عندي هون مبنى فيه شبكة كمبيوتر، عندي راوتر، في شيء بسموه TA Terminal Adapter ISDN Terminal Adapter بينوصل على الانترفيس الاكسترنال اللي بده يطلع من المبنى باتجاه شركة السيرفيس بروفايدر أو شركة الاتصالات. ضروري تكون هاي القطعة لحتى تنقل الإشارة لديجيتال وفق تقنية تي دي ام. بيوصل على الديفايس الاي اس دي ان اللي موجودة عند المزود الخدمة، ومن الطرف الآخر بتم وصل خط مع الراوتر اللي عم يستخدم تكنولوجيا ممكن يكون تانية غير الـ ISDN. من طرف المبنى هناك في عندي ISDN، الطرف الثاني اتصال سيريال. بنلاحظ هون 2 بي وحدة دي، هيك بيكون هذا مجموعون 144 كيلو بت بير سكند، فبطيئة هي. في عندي 23 هي T1 نظام امريكا، و 30 بي الـ E1 كل واحدة 64 ودي، فبيكون التوتال تي 1 اللي هو النظام الامريكي بيعطيني ماكسيموم كاباسيتي او بت ريت 1.544 ميجا بت بير سكند، والاي 1 2.48 ميجا بت بير سكند. بتضمن طبعا السينكرونايزيشن او اشارة التزامن او تشانل التزامن اللي هي الكنترول بالنسبة لعملية التحكم مشان يصير سينكرونايزيشن بين الطرفين. فهاي هي البنية او الاركيتكتشر للسيركت سويتشينج باستخدام نظام الاي اس دي ان
الديجيتال اللي بيعتمد على التكنولوجيا تي دي ام، بتصير الإشارة عندي إشارة ديجيتال وبتنتقل ديجيتال، مش مثل الدايل أب نظام التليفونات القديم اللي هو ماكسيموم السرعة تبعه بتكون مع الكنترول 56 كيلو بيت بير سكند، واستخداماته صارت محدودة جدا، وممكن تكون فقط لمراسلات إيميلات أو لخط بكب إذا وقع عندي مثلا ISDN، فممكن لبين ما يتم الإصلاح اعتماد على خط الدايل أب. بالنسبة للباكيت سويتشد كونكشن أوبشنز، أكتر شيء معروف بتكنولوجيا الباكيت سويتشينج اللي بيستخدم بهالأيام بشبكات الوان للشركات المؤسسات، ما يسمى المترو إثرنت والإم بي إل إس. ليجاسي تكنولوجيز مثل الإكس 25 والإي تي إم والفريم ريلي هي كمان تكنولوجيز باكيت سويتشينج، إلى شوية شير ماركت أو حصة بالسوق لكن أقل بكتير، نتيجة صعوبة تطبيقها وتكلفتها العالية وما بتعطيني السرعات عالية. مثلا عندنا المترو إثرنت اللي هي أكتر شيء بابيولار وكومان، هي بنسميها مترو إي، وهي بتستخدم سويتشات عند شبكة يعني الكلاود تبع شبكة المزود الخدمة، سويتشات بتدرك الاي بي، تفهم الاي بي ادرس او ليفل النتورك لاير، لحتى تعطي للمؤسسات خدمات متقاربة تقدر تنقل من خلالها الفويس والديتا والفيديو بسرعات الاثرنت. يعني قديش السرعة اللي ممكن الاثرنت 1 جيج مثلا، 40 جيج وهكذا. من ميزات المترو إثرنت إن هي بتخفف التكلفة وبتخفف من صعوبة إدارة الشبكة، لأن بتمكن العمل إنه بدون تكلفة عالية يوصل مواقع عديدة في شبكة متروبوليتان متوسطية مثلا أصغر من وان وأكبر من لان مع بعض البعض ومع الإنترنت بدون الحاجة لتكاليف التحويل والتجهيزات لازم تتحول للاي تي ام او الفريم ريلي لتكنولوجيات معقدة ومكلفة وما تعطيني نفس السرعة والميزة. سهل انه يتم دمجها مع شبكات الاثرنت لان لانها سويتشات. بالنسبة كمان البرودكتيفيتي والانتاجية للعمل فهي بتحسنها وبتطورها، لانه بتمكن الشركات والعمل البزنس انه ياخذ من ميزة تطوير وتطور تطبيقات اللي تستخدم الاي بي، وهذا بيكون صعب تطبيقه بتكنولوجيا مثل التي دي ام او مثل الفريم ريلي نتوركس. مثل مثلا عندنا الهوستد اي بي كوميونيكيشن، يعني الاتصالات اللي بتعتمد على الاي بي، الفويب فويس اوفر اي بي، البث والتدفق للفيديوهات ستريمينج اند برودكاست فيديو. هذا الجزء الأول من الوان أركيتكتشر، ومنتابع بالجزء الثاني بفيديو جديد لاحقا، والسلام عليكم.